المستقبل السياسي لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون على المحك. لجنة برلمانية تقوم بالتحقيق هل فعلا ضلل جونسون مجلس العموم البريطاني عن قصد أم لا. بوريس جونسون رد على الاتهامات ضده في تقرير يتكون من أكثر من 50 صفحة اعترف فيه بتضليله للبرلمان بشأن واقعة الحفلات داخل مقر رئاسة الوزراء البريطانية عام 2020، لكنه نفى أنه قام بذلك عن قصد. أنا هنا وأقول بكل أمانة أنني لم أكذب على البرلمان، وتصريحاتي السابقة كانت مسؤولة وفق ما أطلعت عليه حينها. الشرطة البريطانية كانت قد غرمت جونسون عندما كان رئيسا للوزراء بعد أن أثبت تحقيق سوغراي حينها أن جونسون خرق قواعد الإغلاق العام المرتبطة بجائحة كورونا ليكون جونسون أول رئيس وزراء بريطاني تغرمه الشرطة أثناء وجوده في منصبه. ويؤازر جونسون في التحقيق البرلماني الحالي فريق محامين قوي قد يجد له مخرجا من المأزق السياسي. جونسون لديه داعمون أقوياء، وأحد محاميه من أقوى المحامين في بريطانيا هو اللورد ديفيد بانيك، وهذا يعني أن جونسون سيدفع مبالغ مالية كبيرة لأنه ثري، وهناك إمكانية أن محامي جونسون سيستطيع إيجاد ثغرة قانونية لوقف سحب الثقة عنه. الآراء في الشارع البريطاني اختلفت بشأن المستقبل السياسي لبوريس جونسون. متأكد أنه سيعود، وكما تعلمون إنها ليست نهاية بوريس جونسون. أنا لا أثق به، لا أعتقد أن الكثير من الناس يفعلون ذلك، أعتقد أنه أثبت أنه كاذب. اللجنة البرلمانية استمعت إلى دفاع جونسون عن نفسه وأمامها أسابيع لتعلن عن نتائج التحقيق، وإذا ما أكدت نية جونسون تضليل البرلمان سيتم التصويت على قرار سحب الثقة عنه كنائب برلماني، وبالتالي نهاية المستقبل السياسي لجونسون. أما إذا ما نفي التحقيق سوء النية عن جونسون فسيكون هذا الأخير قد خرج من عنق الزجاجة، وقد يعود للواجهة السياسية بشكل أقوى، خاصة أن حزب المحافظين الحاكم يعاني حاليا من ارتفاع شعبية حزب العمال المعارض. يؤكد بوريس جونسون أن تضليله للبرلمان لم يكن عن سوء نية، لكن القرار الأول والأخير لمجلس العموم البريطاني، فهل سينجو جونسون هذه المرة من قبضة السياسيين؟ محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.